دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده واهم المانشيتات اللي هتكون في جوله التاسعه من الدوري المصري، وكمان مانشيتات الجوله الثانيه من كاس العالم للانديه، خصوصا المباراه اللي احنا مستنيينها بكره ان شاء الله، مباراه الاهلي المصري واتحاد جده السعودي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات في قرارات اللجان العامة إن وجدت، وده لمدة يومين النهاردة وبكرة. النهاردة هيتم افتتاح 16 مسجد، منها 12 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، وأربع مساجد صيانة وتطوير، وبكده بيصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/1/2023 حتى الآن 399 مسجد. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة التاسعة من عمر المسابقة. هيلتقي الداخلية مع سموحة الساعة 4 العصر، في السادسة مساءً هيلتقي طلائع الجيش مع المقاولين، في نفس التوقيت بيلتقي فاركو مع زد. النهاردة العشاء بطولة كأس العالم للأندية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثانية من عمر المسابقة. هيلتقي ليون المكسيكي مع أوروا الياباني، وده هيكون الساعة 4 العصر. في الثامنة مساءً هيلتقي اتحاد جدة السعودي مع الأهلي المصري.